ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الآن شبهات المبتدعة في توحيد العبادة والكلام على الشرك، أمر عظيم جدا، لأن هذا أمر خطير، لأن المشرك لا يدخل الجنة. فإن النبي صلى الله، فإن الله جل في علاه قال إن الله لا يغفر أشرك كبير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. فأقول إخوتي الكرام، الشرك الأكبر والشرك الأصغر بينهما أمور. أولا، كلاهما شرك، يتفقان ويفترقان، كلاهما شرك وكلاهما مذموم. فإن الله جل في علاه قال: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اين لم يظلم نفسه؟ قال: لا، الم تسمعوا الى قول الحكيم لابني: يا ابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فهو الشرك عظيم. وهنا العلماء قالوا المقصود به الشرك الاصغر والشرك الاكبر، لعموم قول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. لو قرناها قراءه تفسيريه: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم اشراكا، فيكون نفي في سياق نكره في سياق النفي تفيد العموم، يبقى شرك اكبر وشرك اصغر. لا سيما ان الله تعالى قال: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاقول اخوتي الكرام، الشرك يتفقان في الشرك ويفترقان ان الشرك الاكبر يستحق صاحبه الخلود في النار، يعني هو في النار. والشرك الاصغر، الشرك الاكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الاصغر ليس كذلك، وهو ينظر في الحسنات والسيئات. فما كان يعني اكثر، فما رجحت كفته كان حكم صاحبه مع ما رجحت كفته. وايضا الشرك الاكبر ليس له كفاره، لا بد من التوبه. الشرك الاصغر له توبه، الشرك الاصغر له كفاره. فالشرك الاكبر لا كفاره له، لا بد من التوبه، والشرك الاصغر له كفاره. لذلك قال الله تعالى: من قال لاخي تعالى لقامرك او حلف باللات فليقل لا اله الا الله، من قال تعالى لقامرك فليتصدق، وقال: من حلف باللات فليقل لا اله الا الله، وهذا فيه يعني الكفاره. وقد قال الله تعالى مبينا خطر الشرك الاكبر: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماه النار وما للظالمين من انصار. وقال الله تعالى: انما المشركون نجس. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأصغر له ضابط، أعظم ضابط الشرك الأصغر: كل عمل جاء بالتصريح بأنه شرك أو كفر فهو على الكفر الأصغر، أو الشرك الأصغر إذا جاءت القرينة أنه لا يخرج من الملة. فكل دليل جاء فيه التصريح بالشرك أو بالكفر وعندنا أدلة أنه لم يخرج من الملة دلالة على الشرك الأصغر أو الشرك أو الكفر الأصغر. وقد ضبط ابن تيميه استقراء على انه اذا جاء منكرا فيكون على الاصغر، واذا جاء معرفا الكفر يكون على الكفر الاكبر. ولذلك ترى بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان بامتي هما بهم كفر، وذكر منها النياحة على الميت والفخر بالاحساب ايضا. وكل وسيلة للشرك فهي شرك أصغر، كل وسيلة للشرك فهي شرك أصغر. فكل ذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات، أو الأقوال أو الأفعال، فإنها تكون شركا. فما أتت به النصوص على أنه شرك أو كفر وأتت القرائن تثبت أنه ليس مخلدا في النار فيكون على الشرك الأصغر. والشرك الأصغر يكون في الأقوال وفي الإرادات وأيضا في الأفعال. ففي الأقوال كأن يقول شاء الله وشئت، كأن يقسم بغير الله، كل هذا شرك في الأقوال. وشرك في الأفعال كأن يتخذ سببا لما يشاء الله سببا، يضع الخيط على يده أو الصوفة، يعني يقول أنه علاج، أو الخرزة الزرقاء التي ترد العين، على كثير من ذلك سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. فهذه اتخذ سببا لما يشاء الله سببا فيكون شركا، لأن الله قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن أعظم الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر محبط لكل الأعمال، والشرك الأصغر محبط للعمل الذي أشرك فيه أو رأى فيه. الشرك الأكبر
يستحل به المال والدم والنفس. الشرك الأصغر لا يستحل به شيء. الشرك الأكبر يستوجب الخلود في النار، والشرك الأصغر لا يستوجب الخلود في النار. الأهم هنا الآن معنى الشرك عند القوم، معنى الشرك عند أهل البدع والضلالات. تبين لك يا أخي الكريم أن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية ينزل عندهم تحت تحديد توحيد الربوبية. كذلك الشرك عندهم هو الشرك في الربوبية لا شرك في الإلهية. فإذا كان التوحيد هو توحيد الربوبية، فالشرك عندهم هو الشرك في الربوبية فقط. فالأمر عندهم في الشرك هو شرك الاعتقاد فقط، يعني الأقوال والأفعال لا يدخلها الشرك. لذلك لا تتعجب أخي الكريم عندما تراهم يقولون بجواز أن يقول الغوث الغوث يا بدوي، أن يقول مدد مدد يا حسين، أن يذبح لغير الله، أن ينذر لغير الله. كل ذلك لا تتعجب أنه يقول بذلك، لا تتعجب أنه يعني يقول بجواز ذلك، لأنه ما عنده من الشرك إلا شرك الربوبية فقط. والربوبية هو القدرة على الصناعة، القادر الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي. يعني الاعتقاد في الربوبية، إذا اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، هذا الشرك عنده. غير ذلك ليس بشرك. فمفارقة التوحيد عندهم بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أنهم لم يفرقوا، لذلك وقعوا في مثل هذا الخطر العظيم. وانظر إلى تصريحهم بذلك أنهم لا يرون شركا إلا في الربوبية، صرحوا بذلك هم. يقول القاضي علي بن عبد الكافي السبكي في تقرير ما يفعل عند قبر النبي، التمسح والسجود عليه والتوسل به. فبيقول شوفونا الرجل نظم قاتبة حتى دحلان وغير دحلان، ينظرون إلى عندنا أمران، الإلهية اللي هم عندهم حوصلات الإلهية في الربوبية والنبوة، فهم يقولون عندنا مرتبتان، مرتبة الربوبية مرتبة الإلهية ومرتبة النبوة. فالنبوة تعظمه، فما تفعله من التمسح بالقبر والتوسل به كل ذلك تعظيم ليش؟ لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعلمون أن هذا التعظيم خطر عظيم، لأنه يصل بهم إلى أنهم يرفعوه إلى درجة الربوبية، فيصلون إلى الشرك. وأما المرتبة الثانية الإلهية، فيقولون الإلهية أو الربوبية هو أن يعتقد أن الله الذي يعطي يمنع يحيي ويميت، يعني أنه توسل بالنبي لشيء، من الذي سيقضي؟ هل النبي أم الذي سيقضيه؟ الله جل فعلا، الله جل فعلا. فيقولون رتبة النبوة أنه يعظمها يبجلها بالتمسح والتوسل به والدعاء، ويقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك. ورتبة الربوبية هو أنه لا يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. يقول في تقرير ما يفعل عند قبر النبي من الاستغاثة والتوسل، من نوع الاستغاثات والتوسلات، أن ذلك ليس معنى الشرك، إذ إن الشرك متعلق بجانب الربوبية فقط. أما تلك الاستغاثات فالبعث عليه تعظيم قدر النبي واعتقاد عظم جاهه عند الله تعالى، دون أن يكون فيها صرف شيء من خصائص الربوبية له، فهو وسيلة للداعي عند ربه سبحانه وتعالى. يقول واعلم أنها هنا أمرين لا بد منهما، الأول وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رتبته على سائر الخلق، فهو جعل رتبة النبوة، ونعم رتبة النبوة مرفوعة عن الخلق. والجانب الثاني إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله. شوف انظر، يبقى رتبة الربوبية هو الذين يقولون بذلك، لأنه غير هذه الرتبة يكون في شرك. ولذلك هو يقول السبكي، يقول فمن اعتقد في أحد من الخلق مشاركة الباري تعالى في ذلك فقد أشرك وجنى على جانب الربوبية فيما يجب لها، وعلى الرسول فيما أدى إلى الأمة من حقها. ومن قصر بالرسول عن شيء من رتبته فقد جنى عليه فيما يجب له، وعلى الله تعالى بمخالفته فيما أوجب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن بالغ في تعظيم النبي بأنواع التعظيم لم يبلغ به ما يختص بالباري، يعني أنه يحيي ويميت ويعطي ويمنع، فقد أصاب الحق وحافظ على جانب الربوبية والرسالة جميعا، وذلك هو العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وانظر إلى شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وهذا كله يتكلم على أنواع الشرك الذي يحدث عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبرره أنه ما لم يصاحبه اعتقاد فليس شركا. يبقى عنده المسألة، حوصلة المسألة فيه
في مسألة الاعتقاد، ليست عبادة بذاتها، ليست عبادة بذاتها الذبح والنذر عنده، ليست عبادة بذاتها الاستغاثة واقتراب الغوث و و و والتوسل، ليست عبادة بذاتها عنده، فلا شيء فيها. وقال ذلك أيضا أحمد زين دحلان، الشرك بينما يوقع المرء في الشرك، فيقول فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد الألوهية، ألوهية غير الله سبحانه وتعالى. يعني إيه يا دحلان ألوهية غير الله جل وعلا؟ يقول يعني أن الخالق الرازق هو الله، فمن اعتقد غير ذلك يكون مشركا. ده اللي عنده، ده اللي عنده الأشاعرة، هذا الجانب الذي يقعون فيه هو هذا الجانب. الجانب يقولون بأن الشرك متوقف على الاعتقاد. طب العبادات التي ذكرها الله تعالى في كتابه أنها عبادات ولم يأمر فيها باعتقاد ولم يبين فيها الاعتقاد، ولم نرى أن السلام اشترط فيها اعتقاد، كيف تفعلون أنتم الآن؟ ماذا ستفعلون فيها؟ لابد أن تقولوا ظاهر القرآن كفر، ظاهر القرآن غير مراد، مع التحريف والتأويل على كتاب الله جل في علاه كما تفعلون. أقول إخوتي الكرام، يقول هنا دحلان، طبعا دحلان في كتاب الدور الثانية في الرد على الوهابية، بيقول فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد الألوهية غير الله جل في علاه، أو اعتقاد التأثير لغير الله، ولا يعتقد أحد المسلمين ألوهية غير الله ولا تأثير أحد سوى الله، إذن ليسوا مشركين. مهما فعل، ذبح، نظر، استغاث، كل ذلك ليس بشرك، لأنه ليست بعبادة أصلا. العبادة عنده التي يكون فيها الاعتقاد، ليست عبادة مستقلة بذاتها، مع أننا نقول العبادة تستلزم الاعتقاد، لكن أنت تشترط لإطلاق الحكم عليه بإيش؟ بوجود الإيش؟ الاعتقاد، بوجود الاعتقاد. كتاب دور الثانية الدحلان كتاب معبأ، لابد أن ترى فيه كتاب في الرد عليه اسمه صيانة، ما مش متذكر صيانة إيش من دحلان، يعني كأنه صيانة من الشيطان. المسألة عظيمة، القوم كما قلت أهدروا جانبا عظيما، مقصد أسمى من الخلق أهدروه، وهو جانب الإلهية، جانب توحيد العبادة، ليس عندهم شيء اسمه توحيد عبادة، القوم لا يعتنون بهذا، وليس عندهم شيء اسمه توحيد عبادة. ويقول دحلان أيضا في الدور الثانية فرد على الوهابية، الذي يقضح في التوحيد واعتقاد التأثير لغير الله، أو اعتقاد الألوهية، أو استحقاق العبادة لغير الله، وأما مجرد النداء من غير اعتقاد شيء من ذلك فرد رافي، يعني يا محمد أغثني، هذا عنده ليس فيه شيء ولا استعبادة. يا محمد أليس هذا نداء؟ أليس النداء هنا دعاء؟ أليس الدعاء عبادة؟ أما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ها ما قال ذلك؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، يستكبرون عن عبادتي، قالوا اعتزلكم وما تعبدون، قالوا اعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فكان دعونا عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وعلوي الحداد يعني يقول المستغيثون قد أصابوا في هذا الباب، المستغيثون بأهل المقابر يعني يقولون قد أصابوا وليس ما هم عليه بشرك، إذ إنهم لم يعتقدوا فيهم قدرة على الخلق والإيجاد. قال هؤلاء مهما عظموا الأنبياء والأولياء فإنهم لا يعتقدون فيهم ما يعتقدون في جناب الحق تبارك وتعالى من الخلق الحقيقي التام العام، وإنما يعتقدون الوجاهة لهم عند الله في أمر جزئي، وينسبونه لهم مجازا، ويعتقدون أن الأصل والفعل لله تعالى. وهذا كلام كبير سيأتي، وأيضا راجع في هذا الباب على مسألة الإرجاء الذي هم فيه. ويستنكر الشطي أن يكون مجرد الدعاء والاستغاثة من دون الاعتقاد، من دون ذلك الاعتقاد أن يكون من معاني الشرك. يعني أنت أعلم أم رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء والعبادة، إذا صرف العبادة لغير الله يكون إيش؟ شركا. أما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك الذبح، لما يذبح لغير الله جل وعلا تقول ليس بشرك، ها تقول ليس بشرك، هذا أعجب العجب. يذبح لغير الله جل وعلا تقول ما دام لم يعتقد في المذبوح له فليس بشرك. يستغيث ما دام لم يعتقد الربوبية العطاء والمنع فيه ليس بشرك. يقول الشطي فإنهم يصبحون عن الوهابية كما يسميهم الوهابية، بأن من يستغيث بالرسول أو غيره
في حاجة من حوائجي أو يطلب منه أو يناديه أو في مطالبه ومقاصده، ولو بها رسول الله أو اعتقد على النبي أو ولي ميت وجعل واسطة بينه وبين الله في حوائجي فهو مشرك حال الدم. طبعا يستنكر ذلك، يقول إيه ما هذا، هذا تشدد، وحقيقة الأمر أن الرجل قد صرف عبادة لا تكون إلا لله صرفها لغير الله جل في علاه، وكل عبادة لله جل في علاه تصرف لغير الله فإنها شرك، فإنها شرك. يقول محمد علوي المالكي في تقرير هذا المعنى أنه لا يكفر المستغيث، لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله تعالى. في كتابه الموسوم بمفاهيم تصحح، الرجل يحتاج أن يتعلم حتى يفهم كيف المفاهيم أن تصحح. ويقول بجواز الاستغاثة بالمقبورين وأن ما هم فيه ليس من معاني الشرك. ومن هنا فإن الواجب علينا أننا إذا وجدنا في كلام المؤمنين إسناد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يجب حمله على المجاز العقلي، يجب حمله على المجاز العقلي. طب لما يجب؟ لما يجب؟ أين القرينة التي تمنع حمله على الحقيقة؟ أين القرينة؟ ائتونا بالقرينة. لما يقول الغوث الغوث يا بدو، فأنت تقول هذا مجاز إسنادي، مجاز عقلي. طيب مجاز عقلي أسند لغير لما لا علاقة له به. طيب العلماء يشترطون أنه إذا أسند لما لا علاقة له به يشترطون القرينة الحاكمة التي أجبرتك على ذلك. فين القرينة هنا الآن التي جعلتك تحملها على غير الحقيقي؟ وين هي؟ وين القرينة؟ ولذلك هو يقول إيش؟ فإنه يجب حمله على المجاز العقلي ولا سبيل لا تكفيرين. إذ المجاز العقلي مستعمل في الكتاب والسنة. ما قلنا لا، شوف سنتنزل، ونحن نقول الكتاب والسنة ما فيهوش مجاز بحد من الأحوال، لا نتنزل، ده مجاز عقلي في الكتاب والسنة ماشي. وبعدين فزور ذلك الإسناد من واحد كاف في جعل إسنادا مجازين، يعني المعنى أنه لا طالما موحد أقول يبقى مش هيشرك، يبقى حتى كلام ده لو شرك توحيده يجعلنا نحمله على المجاز. شوف 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 كيف كيف كيف, كيف, كيف يعني كيف يلبسون على أنفسهم قبل أن يلبسوا على الناس، كيف يلبسون على أنفسهم قبل أن يلبسوا على الناس. يقول أن الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الله هو الخالق للعباد وأفعاله، لا تأثير لأحد سواه، لا لحين ولا ميت. فهذا الاعتقاد هو التوحيد. شوف هو جعل إيش؟ جعل اعتقاد توحيد، خزن الاعتقاد في التوحيد. أين توحيد الربوبية؟ أين توحيد العبادة؟ أين توحيد الله بأفعال العباد؟ أين هو؟ نسف تام لهذه القضية، نسف تام لهذه القضية. وهذا هو الذي أضل القوم، ما استطاعوا أن يفقهوا هذه المسألة. بخلاف من اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك، وليس في المسلمين إطلاقا. من يعتقد لأحد مع الله فعل أو ترك أو رزق، والله العوام ثلاث أرباعهم بسبب الزريعة التي فتحتموها لهم إنهم يعتقدون فيه. المرأة، أنا سمعتكم المرأة قالت يا بدو يا بدو اشف ابني، قالت اشف ابني، ما قالتوش أنا ادعي ربنا يشفوني، اشف ابني. يقول ليس أحد المسلمين يعتقد رزق أحياء وماتها بغير الله جل في علاه. قلنا من المسلمين من ذبح غير الله ونظر غير الله حتى ولم يكن عنده الاعتقاد، فقد صرف عبادة لله صرفها لغير الله جل في علاه. وجعفر السبحاني مع يحصل معنى الشرك بأمر اعتقادي، راجع معنى اعتقاد الربوبية في غير الله جل في علاه. خلاصة، يقول خلاصة القول في المقام أن أي عمل ينبع من هذا الاعتقاد، أي اعتقاد أنه إله العالم أو ربه أو 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 غني في فعله وأنه مصدر للأفعال الإلهية ويكون كاشفا عن هذا النوع من التسليم المطلق، يعد عبادة ويعتبر صاحبه مشركا فعل ذلك لغير الله جل في علاه، يعني اعتقاد. ويقابل ذلك القول والفعل والخضوع غير النابع من هذا الاعتقاد. وهذا ولذلك جعل شرك مشركي عهد الرسالة واقعا باعتقادهم نوعا من الاستقلال في الفعل الآلهتين. والحاصل أن المعنى المقرر للشرك عند المبتدعة أنهم يخالفون جدا فيه، فالمخالفين في توحيد العبادة هو أمر اعتقادي فقط متعلق بنسبة شيء من الفعل استقلالا لغير الله. يعني إذا قال هناك من يتحكم في ذرة الكون كفر، هناك من أنزل المطر كفر، يعني كل اعتقادات في الربوبية عندهم التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، والشرك هو الشرك في الربوبية فقط. فمن اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقالوا هذا شرك.
هذا الشرك. غير ذلك ليس بشرك، وهذا ضلال مبين، وهذا ضلال مبين، لأنهم بذلك أسقطوا ونسفوا المقصد الأسمى مما يستلزمه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية نعم الإيمان لا صح إلا به، لكن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.